صباح الخير عن جديد. على امتداد الجمهورية قلق واحتقان وتداعيات خطف الجنود اللبنانيين عكست حالة من التوتر والحذر. أنظار الجميع للمفاوضات والمبادرة القطرية، بينما بعض الأحزاب عم تكتفي بالمزايدة السياسية ووضع الخطوط الحمر لعرقلة الدولة. أما الأكثرية الساحقة من اللبنانيين فعم تتحرك على وقع الخوف من المخاطر والحذر من خطف كل الوطن. تقرير من الأشرفية لزميلتنا مي فرحات، من تابعه سوا. قوم فوت نام، صير احلام انه بلدنا صارت بلد. بينما تعم مظاهر الغضب والاحتجاج الشوارع اللبنانية بأشكالها المختلفة، المناطق يلي لم تشهد على اعتصامات عم بتعيش على وقع السباق بين الانفجار الأمني والبقاء مسمرين بحالة الانتظار القلق. كيف عم تنعكس أزمة العسكريين المخطوفين على شوارع الأشرفية؟ الله يفرج عنهم بجاه المسيح ومحمد والله، لانه يلي مخطوفين ويلي تعرضوا للذبح بهالصوره هاي الشنيعه، لا هن مسيحيين بس، ولا هن اسلام، ولا هن شيعة، ولا هن سنه، هن جيش لبناني بلباس جيش بينتموا لقياده عسكريه. يعني حاله مزريه اكثر من هيك ما مر فيها لبنان. مصيبه على الدوله، مصيبه على الشعب. هيدي قضية كل لبناني، لأنه هيدا الجيش وقت اللي كان اللي فوق عم بيقاتل بعرسال كان عم بيقاتل عن كل طفل لبناني لشيخ لبناني لمرة لبنانية. لازم يعملوا حيالله خطة ويشيلوا العسكرية دغري. شو ذنبهم هودي ياخدهم داعش؟ عم بيدافعوا عن وطننا. هو الجيش بس اللي حامي لبنان والباقي كلهم ماشي. جبهد هالي هاي هي بهدلة. هدول معترين كمان، شو ناظرين مثل واحد عايش على اعصابه يعني كل الوقت. إذا مش حيكون في حل عن قريب بفتكر بدي تؤدي لأزمة كبيرة عندنا بلبنان العملية. لا لا، هي بلد، لا مش بلد، هي أرض العالم. مجموعين مجموعين، لا مطروحين، لا مضروبين، لا مقسومين، لا قوم فوت نام وصير احلام. حكومة ترفض الابتزاز ومنطق المقايضة، تحاول التعاطي بحساسية مع الملف بانتظار الحل، متأملين انه يكونوا الشاهدين عباس مدلش وعلي السيد اخر الشهداء. ما فيك تعملي عمل عسكري كبير لانه بتروح بزلط هالعسكر الموقف. اللي عم تعمله الوزارة هي المضبوط، تفاهم شو فينا ننقذ قد ما فينا ننقذ. العمل العسكري بيكون ضد الكل وبنتشرذم كلنا. الغلط بالبداية كانوا يا ما لازم يظهروا يا يظهروا ميتين. العسكري يطلعون ويفلتون الحبيس اللي هون. شو بده؟ شو هودي قاعدين يحلفون هون؟ شعب مرتخي، حكومة مرتخية، حكام مرتخيين، ما حدا عم بيعمل شيء. يعني بالقليل يزبطوا قصة الهول الإسلاميين، يعني حكمون قد صار لهم بالحبس، حكمون انه بعدين هدول مخطوفين تبع الحبس رومية انه صار لهم 15 سنة، انه شو بدهم بعد؟ انه ولا في حكم ولا في شيء. لا انا بشوف انه لازم انه اقرب وقت انه يتركوهم بقى. طيب ليه عارفين مثلا مصيرهم هو بالحبس؟ امتين بيفلوا؟ امتين بيطلعوا؟ طيب يا يقولوا لهم يا اعدام، ليه يعرفوا حالهم؟ يا هل اني ارهاب على راسي؟ بس يا يقولوا لهم هيك، يا يقولوا لهم هيك. اسرائيل 50,000 واحد لحتى اخذوا واحد ميت، طيب هول العسكريين ما عندهم اهل. مش متهدين يعني الذبح؟ وين صار يتهدي؟ بعهد الجاهليه بايام تطر ما صار، طيب ما بيسوى، حرام. مع التفاوض اول شيء فض التفاوض. كلها اغاني عن الوحدة الوطنية، إلا أماني بالمسيرات الأمنية. أما الأحزاب يلي ما تركت للدولة اللبنانية أي هيبة وتصر على رفض مبدأ التفاوض، تكمل المخطط وكأنه لا تعنيها قضية المخطوفين العسكريين، وكأنه ليس إلى أي بزج الجيش اللبناني بمعارك كان بالغنى عنها. نحن بلبنان
اساسها كان المفروض من الاساس ما نتورط لنوصل لهون، لان حقنا وصل لهون لازم يفوضوا، لان الانسان ما لازم يعلي السقف، بده نحن مش قدرتنا نعلي السقف. العالم كله سانلك يا عمي خلاص، واذا سالتي واذا عملتي مين عم بيرد؟ بدي يكون في دوله قبل كل شيء، يلا وبالسياسة بالقوي ما بيصير شيء. يطلع حزب الله من الكيف من سوريا بحل كل شيء. العراق وحزب الله، لأنه في جاب داعش لعنا لو ما حزب الله. بس كل سوريا ترتاح نرتاحنا. أنا كنا ضده. هو لو ليه ما صار هيك. لو وجود حزب الله بسوريا ومعاتل الشعب السوري ما صار فينا نحن. هلا عم فرج لنا يعطي العافية، نحن عم نكل هو عم يفرج. هيدي تمن تعاطينا بشؤون غيرنا. بدك رئيس جمهورية جديد يجي لحتى يقدر يستلم زمام أمر هالبلد. ما بيصير، هيدي مش حالة اللي عايشينها أبداً أبداً، مش حالة. لو مسكرين الحدود ما منوصل لهون، أكيد ما منوصل لهون بس تسكر الحدود. ما هو 3 ملايين عالتخمين، هودي اللي جوا البلد والباقيين مفروطين، كل شوي في بلد هي بلد لا مش بلد. حلقتنا بتكفي بعجقة الملفات الناطرة إمكانية الحلول، الملف البيئي القديم الجديد أيضا على واجهة الأزمات، فصخرة الروشة المعلم السياحي يلي بيختصر ذاكرة بيروت استفاء على مشهد النفايات، وبعد ما سبق ونقلنا بتقرير خاص هالمكان يلي عم تتجمع فيه الأوساخ المنتشرة، عدنا بزيارة تانية لكورنيش الروشي لنشوف إذا المشهد تغير. تقرير من تابعه سوا. احنا لسه بنقول هم هنا بدل ما بيرموا فلوس ويتمنوا بيرموا ازايز ويتمنوا. اكيد في تناقض كتير كبير بين اللي عم نشوفه تحياته وبين عم نشوف منظر البحر، انه حرام دعان هالبلد او هالمنظر بالاحرى. وقفت على الروشه ما البلد كله، المي اللي عم نتحمم فيها واللي عم نشربها والاكل شو في بعد، ما في شيء، في زباله يعني. شو في خلف البحر خبرية، نايمي بقصور من سين. استحبنا الكاميرا عن جديد واتجهنا إلى الروشة، وتحديدا إلى البقعة ذاتها اللي عم تتراكم فيها النفايات يوم بعد يوم. تعددت تقاريرنا عن هالمساحة اللي بتجمع تناقض الصورة، جمال البحر والمنظر وبشاعة النفايات المرمية جانب الرصيف. وبعد كل تقرير منرجع للنتيجة ذاتها، النفايات ما زالت موجودة في حضرة غياب المعنيين. هيدا بلد لبنان وكلهم مغتربين، يعني لازم يهتموا أكتر بالبلد وبالنظافة. هيدي صورة لبنان عم يفرجوها للعالم بغض النظر عن الوضع اللي عم يفرجوه، كمان صار في زبالة. مختصر مفيد عين يعني. كل واحد معه شغلة بكب عين، لأن في سلات زبالة، حاطين سلات زبالة. تعلموا من برا كيف يعيشوا، ممنوع يكبوا شيء بالطرقات، حرام هيك. يعني وقت عم تلعب الرياضة بتحج بعينك على هيك مناظر، تبعدي لبعيد. فينا هلا البلدية تنظفها، بس يمكن إذا كترت ما ترجع فيها تنظفها يعني. أول شيء دولة ما في. ما في دولة ما هيك. المفروض يكون عنده المواطن وعي أول شيء، وبعدين بيجي دور البلدية يعني. بس أول شيء المواطن اللبناني لازم يهتم ببلده، إنه بلده حلو كتير، لازم يدير باله على بلده. شلحني عشي بابور قلو ياخدني بعيد عبلاد كلها نور، كل الليالي هعيد ما بخبرك شو صار بآخر المشوار، بلكي السما بتغار. الروشة اللي بتجمع زوار من كافة البلدان والجنسيات وقعت أيضا ضحية الإهمال، وهالمعلم السياحي الجاذب للسياح قد يتحول مع الوقت إلى معلم طارد للزوار بسبب كثرة النفايات وغياب دور المعنيين بتنظيف هالبقعة من الأوساخ، لا تبقى صخرة الروشة العروس المدللة على قائمة الأماكن السياحية بلبنان. شوف الزبالة والبطالة والمدري شنو هاي، يعني هاي اعتبرها الواجهة الحضارية مال لبنان مال بيروت. شوفي أنا سائح من العراق
ومن كل أنحاء العالم تجي الناس لهنا. فشنو هاي يعني منظر هذه متنزه مخلي يعني عيب على البلدية ما تشوفوا ما تجي تشوفوا يعني الناس تخلي بالها أنه ده منظر مفروض أن هم يحافظوا عليه. ما بيعرف نظافة بيئته، ما بيعرف نظافة بيته. ما هذا شيء ما رح ما بينحل، ما له حل، ما له حل. سألوني شو صاير ببلد العين، مزروعة داير نار وبوارين كتير مسخون. بتحب لبنان؟ حب زبالته صلي. بحبك يا لبنان يا وطني لبنان، بس زبيلة هي نصيبي. حبك يا لبنان يا وطني. وصلنا هلأ لكلمة اليوم، خلينا نشوف كمان أخبار الصباح وأثناء تجويلها بشوارع بيروت بمين التقت وشو هي الكلمة من خلال هالإعادة ومن بعد بريك ومنتابع حلقتنا. ومثل ما ذكرنا ضيفتنا لليوم المخرجة والممثلة حنان الحاج علي. ليشتغل ابني شوي نقدر نعيش نقدر كذا، ما في شيء، ما بدنا شيء يعني زياده يعني، ما في امل. كل مره بنرجع لورا كنا نحب نقول بكره بتصير احسن حياتنا، نصير نتحسن اولادنا. هلا بنعتل يا ريتهم اولاد اولادنا، حتى بهالوضع هذا بتضل الخوف بقلبنا. بنام انا بنام بالنسبه لي انا نام بالليل الرعب بقلبي انا، اذا بندق عند الانترفون صرت 100 مره بسال هذا مين وهذا مين وهذا مين. طبعا ايه لكن شو ما انت عارفه كيف عايشين نحن باي وضع، هذا الوضع. هلا نحن انا قاعد يوم بالاشرفيه مثلا صار قصه، هاي القصه صارت انا انقطع قلبي بالليل انه بنتي بالاشرفيه وعندها اولاد. تلفنت رأسا شو صار ما صار؟ قال لا ماما الحمد لله انه بعد عنا ما صار شيء يعني، يعني وضع ما مرض كثير كثير. لوين واصلين بعدين؟ والغلا المي، كهرباء ما في، مي ما في، مصاري ما في، ما في شيء، شغل ما في، منين بنعيش؟ والدوله شو بتعمل؟ نحن ما عندنا دوله ولا بس الحق مين الحق اللي بينتخب؟ الغريب عايش وانا مش عايش. ليه؟ ليه بدي غريب يشتغل؟ بروح ابني بده يشتغل بشغله الغريب، ابني بيشغله. لا لا مش معناته بكون ابني عم يشتغل الغريب بيجي بحركش لا يطلع ابني من الشغل. 100 مره هاي صايره معه، ابني بيشتغل بالمطبعة. نعم اي اذاعه يا حبيبه قلبي يا حبيبه قلبي. النهار اللي اجى الساعد صرت ابكي انا، بس اجى الساعد صرت ابكي، بس اجى شفته على التلفزيون في رفع فلوسها. سلفة لبنتي توفى مع جبران شويني، نهار توفى جبران سلفة لبنتي أندريه مرات توفى معه، كان مرافق مع جبران. يا حرام حبيب قلبي راح هيك. مين قتلوا أنا؟ مين؟ ما بيعرفوا مين لأن بدهم إياه بيعرفوا، كلهم معروفين مين اللي قتلوا إياه والزعماء البلد. نحن قتلونا أحسن شباب عنا قتلنا إياهم، جبران وسمير وهيدا والحاوي كل مين قتلنا إياهم والجميل مين؟ كل ما شب بعد يحكي كلمة بروح بيقتلون. إن شاء الله يجينا خبرهم كلهم هن هدولي. طبعا فادي الأمر شو بدنا يعني إنه برجع بقول طول بالي بقول الحمد لله إنه ابني صحته منيحة، بس برجع بقول ما بدنا نعيش طيب؟ ابني 30 سنة ما بلا زواج بلا شيء، معقول؟ وغير ما عم تبرعط بالمصاري وعم يعيشوا مع أهلهم. ليش؟ لو بيشتغل كان ياخذ 700-800 دولار بالشهر ويفلح، لين ما يروح من بكير من الساعة 6-8 يروح على الشغل، طلعوه رأسا يا سوري يا مصر يا شيطان بيجيبوا لك على الشغل، وابني طلعوه برا، بس قوم الصبح ولاقيه نايم. أنا سكين تضرب بقلبي متمزيل أنا، شو بدي أقول أنا؟ إنه الله يعني يفرجها، كلمة اليوم الله يفرجها ويخلينا الشعب الجيش اللبناني يكون هو حصين هالبلد. وشو بدنا؟ والله والله يصبر الأهل الجيش هدول اللي ماتوا، كل ما ببكي أنا ببكي معهم هاللي هدول أولادهم المخطوفين، مش حرام؟ يروحوا يجيبوا يطلعونا الشياطين، بس يطلعونا كمان هاو الجيش. نحن كل واحد ملايين، العالم هذا بيسوى كل واحد بيسوى مليون، ولا بيبذلوا مليون أنا. بلاها هنا، ميرسي يا توبرينا، ميرسي، الله معكم.